السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامري. النهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي حقيقة مباشرة. عندي هنا واحد الأرنبة، الحمد لله يعني خرجت وليت لقيتها ولدت أرنبة، يعني هي بلدية أول ولدة لها، وولدت على 33 يوم. أنا كنت مقيد لها التاريخ، ولدت على 33 يوم. راني باقي ما عارفش حتى شحال، يعني راني فرحان، يعني كبرت عندي هذه الارنبه الحمد لله، اول تلقيح ليها، اول ولده ليها. دعيو معايا ان هاد يعني الارنبه يعني يصدقوا لها وليداتها. الحمد لله راها يعني نتفات. انا غادي نوريكم كيفاش انا مغطيها بواحد الكاشه، نتوما راه كاين هنايا يعني الباش، كنطرح عليها الباش الهرجيه، ولكن غادي نوريكم راها نتفت وولدت بطريقه عاديه سبحان الله. يعني بقى عاد اول يعني كان عندها 6 شهور، قل واحد سيمانه منين شفتها صافي وصلت طلبت تلقيح ولقحتها، وسبحان الله يعني ولدت الحمد لله. غادي نوريكم الاجراءات كيفاش غادي نتعاملوا معها الحمد لله، وغادي يعني نوريكم كيفاش تا يعني الماكله الاولى اللي خصنا نعطيوها وكيفاش نتعاملوا معها. المهم انا غادي نوريكم، ولكن راني كنحاول نهضر بصوت منخفض لان انا ما كنبغيش نزعج الارانب اللي كيكونوا عاد والدين. انا غادي نوريكم تحت الكشه هانتوما، بسم الله. الحمد لله والشكر لله، هانتوما شوف كيفاش راها ناتفه، هانتوما راه كطلع ليا هانتوما. ها دابا كتكون يعني حذرة، ممكن انها يعني لخشيتي يدك راها ممكن تاذيك. انا كنحاول ما نطلش عليها، يعني كنحاول غير ما نقيسش في الارانب يعني الصغار ديالها، ما نقيسش فيهم، ما نخليهش البرد يضربهم. الا كانوا كيتحركوا، ها راه كيتحرك واحد شويه، ثم لاحظوا معايا راه داكشي كيتحرك. انا باقي ما عارفش شحال ولدت ولا اي معلومات ما عنديش الحمد لله. المهم راها ومحانون، يعني تشوفوا السيفه كيفاش مستشفى وليداتها، كيفاش مغطياهم. وما كنظنش كاين شي موتى، لان ما كيكونوا الموتى كيكونوا يعني بعديد، كيكونوا بحال مزروطين هكا وهكا. ولكن هاد يعني الولدان على حسب التجربه ديالي راه كتبان يعني عاديه ونورمال الحمد لله. دابا نوريكم كيفاش نتعاملوا مع هاد الانثى اللي كتكون يلاه ولدت. اول حاجه كنطلوا على القفص، واش هي رمات شي حاجه في القفص. انتما القفص فارغ انتما، وكلات الماكله ديالها مزيان، ها هي القفص فارغ الحمد لله، ما فيه ما كاين حتى وفيات انتما. وسبحان الله ولدت، هذه ولدت في النهار، يعني ما ولدتش في العشيه. اغلبيه ديال الارانب كيولدوا في العشيه، يعني حتى يظلم الحال هذه ولدت في النهار سبحان الله، لان اول ولده ليها مسكينه بحال اللي باقي ما عندهاش ديك التجربه الكافيه. اذا كيفاش غادي نتعامل معها؟ الحمد لله سمحوا لي راني كنهضر غير بشويه، يعني باش من هنا دابا غطيتها بهذه الكاشه، واخا راه يعني الكاجا انتم راني داير له هنا الستائر، يعني على طول كل شيء مغطي، وكاين الباش وكاين الميكا. يعني انا كنتعامل مع المبتدئين الحمد لله، عندي مازال يعني حوايج اخرين في شي داير مع شركه مع شي ناس اخرين، وداكشي والتقنيات يعني لا باس بها احسن من هذا الشيء. ولكن هذا الشيء كنحاولوا انني نصوره لكم باش تفهموا بان التربيه ديال الارانب راها بسيطه، وبسيطه للغايه. ممكن انكم تستعملوا هذا الشيء، هذا الشيء كيبان بسيط، خاص غير قفص وتوكلوا على الله والخير جاي لقدام ان شاء الله. اذا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الارنبه؟ اول حاجه ما نزعجوهاش. لاحظوا انني راني كنهضر بشويه، ممكن انكم تسمعوني، المهم على حسب الفوليوم اللي غير باش تسمعوني. ما تزعجوهاش، ما تحاولوش انكم تمشيو تخربوا فيهم بيديكم، لا خليوها هكا واحد يومين ثلاث ايام. تاكدوا غير من الوفيات، انا تاكدت من الوفيات واش كاينه. انا راه هاد الفيديو راني كنقول لكم راني درته مباشره، يلاه ولدت دابا، يعني غير خرجت قضيت شي غراض اليوم الجمعه، مشيت قضيت شي غراض، جيت لقيت باللي راه كاين شويه ديال يعني الزغب، صافي تاكدت باللي راه كاين ولاده. ولكن راني كنت مقيد لها التاريخ ومغطيها قبل،
اذا كيفاش غنتعامل معها في هذه المرحله هذه في الفتره؟ انتما اذا تشرفتوا شوفوا معايا شنو غادي نبدا. كاين النخاله غادي نبدا بها، هذه النخاله عاديه يعني ممكن انكم الناس اللي كيغربلوا الخبز عفوا كيكيلوا الزرع وكيكون عندهم كيديوه للطحونه ويطحنوا ممكن انهم يتحصلوا على هذه النخاله. الناس اللي ما عندهمش كيفاش يديروا راه كتباع اما بالقرضيه يعني رخيصه في الثمن، ممكن انها تجي 5 دراهم راه يعطيكم واحد الكميه بحال هذه الكميه هذه راه ممكن تلقاوها غير درهم ونص لانها خفيفه، هي الوزن ديالها خفيف. المهم اننا كنشدوها كنديروها في واحد الطاسه او في العلافه، المهم كنشدو الماء الساخن كنكبوه لكن ماشي كنكبوه بزاف غير كنرونوا به هكا، كنكبوا الماء الساخن ونرونوا به هكا ونعطيوها. راه كتبغيها في هذه المرحله راه كتبغي هذا الجو هذا. كاينه قضيه ديال الاقامه ان كتكون هي باقا مشاده صحتها مزيان ممكن انكم تعطيوها الاقامه ديال اتاي واخا تكون فيها الشيبه ماشي مشكل، المهم اتاي النعناع هذا راه نعناع هذا في هذه الفتره هذه عاوتاني كتكون كتبغي هذا الاشياء باش كتشد مسكينه صحتها. ثالث حاجه عسل عادي، شحال من واحد قال لي اين نوع من العسل، عسل الرخيص ولا ما لقيتوش ممكن انكم ديروا غير السكر، يعني السكر ترميه في الماء سمو كيوقع مسكينه كتكون هي يعني يلاه نسبه هذاك الكميه ديال الدم كتكون يعني ضعيفه، كديروا لها شويه ديال العسل في الماء، العسل الرخيص راه كيدير طاسه كدير ب 6 دراهم، ممكن انكم ديروا العسل بحال هذا او ممكن انكم ديروا غير قطعه ديال السكر وترميوها لهم في الماء صافي راها كافيه، خليها هكاك مسكينه. غير المهم انكم ما تزعجوهاش، خليوها يعني ماشي تقعدوا تطلعوا عليها بزاف ولا تمشيو تقيسوا لها الصغار ديالها وتخربوا فيهم، شو خليوها ديك الصيفه اللي دايرها 3 ايام الاولى ما تقربوش فيها ما تحاديوش فيها، خليوها كما قلت لكم غير عطيوها هاد الحوايج المقويات كتكون في الاول كتساعدها يعني باش وخصوصا راني يعني البلديه عندها مناعه سبحان الله يعني كتستحمل راه يعني غير جيبوا القراني بالبلديه رغم انهم ما كيتزادوش في الحجم والوزن دغيا ولكن عندهم السوق ديالهم حتى هما وعندهم حتى قضيه ديال الامراض يعني عندهم مناعه اكثر من الكروازي واكثر من الرومي. هادشي بالتجربه بكري ما كانوش كاع هاد الرومي راه غير دخل استرودوه من 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 الخارج، اما هو في الحقيقه راه الارانب اللي كانوا عندنا راه هما الارانب البلديين. انايا كنت كندير غير الرومي ومنين شفت الطلب عليهم بقيت كانوا عندي كناكل منهم ولكن قلت مادام كاين طلب عليهم حتى هما نديرهم لماذا. اذا الاجراءات الاولى هي هذه يعني اجراءات بسيطه انا كنحاول ما نصعبش عليكم باش نقول ما نقولكمش كاينه شي بركه الدار ولا كاينه شي فيتامين كلشي كاين ولكن حنا كنمشيو الطريقه ديال الاجداد ديالنا خلاو لنا هذا الموروث هذا حاولوا اننا نتعاملوا معهم يعني من كما كيقول لك ما نقويوهش ماشي نديروا شي حاجه نكبروها بزاف غير حاولوا انكم السترة انايا راه الاهل ديالي وباقيين ما عارفينش بلي هذا الارنب راه ولد، يعني راه اول واحد غادي نعرفه هو انا. حاولوا ما تهضروش عليهم بزاف، فرحوا في الانفس ديالكم لانه ما كيتضربوا بالعين. راني يعني كيفاش طليت عليها، راني غير طليت بشويه وهاد الحركه هذه راني درتها خطره باش شفت وهذه هي الخطره الثانيه صافي. من هنا 3 ايام ما غاديش نطلع عليها، علاش؟ لان الام كتكون خايفه على الصغار ديالها، ممكن انها يعني تسمح فيهم، ممكن انها تفترسهم، ممكن بزاف كاينين حالات شتى. انتوما حاولوا انكم تخليو داكشي ودفى، ضروري انكم تدفيهم ماشي تخليهم في واحد الجهه وتقولوا بلي راه حكا ماتوا لنا، لا هما كيبغيو شويه ديال الدفى. ماشي كنقول لكم انا تجيبوا الكليماتيزور ولا تجيبوا شي دفايه ولا تجيبوا شي يعني شي حاجه خارقه، لا غير غطيوهم بكويشه واخا راكم دايرينهم في السطح ماشي مشكل، غطيوهم بكاشه وخليوهم 3 ايام قلت لكم ما تقربوا لهمش ما تحاديهم لهمش. الريحه ديال يديكم ما تلامش هذاك الشعر ديالها، خليها هي ريحتها هي اللي تدي. من بعد هذاك 3 ايام
يعني في 3 ايام الاولى حاولوا يشوفوا غير الوفيات واش كاينه، يعني شي واحد ميت خرج ميت ماشي مشكل حيدوه، يعني باش ما يطلقش الريحه، لان الا خليته غادي تنفرهم، لان الا شافت شي ريحه خانزه في وسط يعني الصغار ديالها راه غادي تنفر كلش. ولكن الوفيات اغلبيه كتكون غير في النهار الاول، يعني كتشوفوا انه تولد ميت، حاولوا تحيدوهم ومن بعد صافي ما تبقاش تهضروا عليهم، خليها راه هي غادي تردعهم، ما تبقاش مراقبينها واش ردعت واش ما ردعتش واش لا، خليوها كما هي، راه ان شاء الله راه غادي يجيب الله تيسير. وسمحوا لي راني النهار راني كنهضر بصوت منخفض، ما باغيش نخلعها، ما باغيش نزعجها، كنحاول انني راني قريب لها. انتما ها هي راه هنايا دابا غادي نغطي عليها، انتما غادي نجبد هذه الميكا، انا نوريكم مباشره كيفاش كنتعامل. انتما ها هو البرش نزلتو، وهذا الشيء راه بدائي للغايه، انتما كتشوفوا الثقبه كانت هنا، راني درت لها سكوتش عادي، ماشي التربيه ديال الارانب، كنحاول انني نجيب لكم فيديوهات اللي شي حاجه بسيطه. انتما غادي نحيد هاد الميكا، انتما داير هنايا كرو سلك عادي، المهم انتما شوف سمو راه درت هنايا، لاحظوا كيفاش غادي تولي الظلمه عليهم الداخل. انتما كنسد بهاد باش عادي، هذا باش شريته رخيص في الثمن، انتما واخا فيه ثقب قلت معليش ماشي مشكل. انتما دابا راه مدرق، انتما كلشي راه مدرق. المهم سمحوا لي راني هضرت غير بشويه هاد النهار. انتما العشاء دابا راه ولات مدرقه باش بالميكا وباش ويعني ثوب ماشي مشكل. ممكن ان هاد الشيء ماشي غادي ديروه هو غادي ديروه بحالو، ولكن ممكن انكم ديروه بالطريقه ديالكم. اي واحد عنده شي ثوب كبير عكاشه قديمه باش الميكا بحال هادي راه رخيصه في الثمن، هاد الميكا الزرقاء، هادي راه رخيصه في الثمن، واخا غليظه وكتشوفوها هكا راه رخيصه، ما تخلعوش منها، راه كتباع رخيصه ب 10 دراهم، يعطيكم واحد الرولو قداش، يعني فيه واحد ممكن ان يدير لكم هاد الجهه كامله ب 10 دراهم، يعني كتصرفوا غير في الاول ماشي كتصرفوا بزاف، ما كتبقاوش ديما كتصرفوا. العشاء حاولوا انكم تبنيوها باش اذا كاين شي ولادات ولا يعني تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الموقف، ما تبقاوش مخلوعين من الموقف، يعني راه كاين البرد راه كاين الشتاء، لا دفيوهم، اذا صبت الشتاء ما توصلهمش صافي، والامور غتكون مزيانه ان شاء الله. انايا راني كما قلت لكم باغي نتعامل مع البسطاء الناس، حتى انايا درويش وكنبغي نتعاون مع الدراوش، كلنا دراوش وكنا باغي نوصلوا شي حاجه مزيانه، كفانا من البطاله ومن يعني الخمول ومن الكسل، لا هاد المشاريع هذه راها صادقه، انا ديما كنحاول نحبب الناس في الميدان هذا، لان جربته والحمد لله راني عندي الحرفه ديالي، ولكن حتى هاد الناس اللي ما عندهمش اي حرفه راه ممكن يديروا هاد المشاريع براس مال بسيط، ممكن انهم يوصلوا لشي حاجه بعيده، وفي نفس الوقت ما غاديش يمدوا يديهم، ما غاتمشش يديك، وفي نفس الوقت اكتفاء ذاتي من اللحوم، ممكن انكم هذاك اللحم ما يعني ما تبقاوش تشريو مثلا الحوت اللي دابا ولا بالثمن، ولا مثلا اللحم الدواجن اللي ولا بالثمن، لحم يعني الماشيه اللي ولات هي بالثمن، ممكن ان هذا الشيء على الاقل اكتفاء ذاتي لكم ولوليداتكم، ولما لا تطوروا المشروع وتزيدوا القدام ان شاء الله. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، دعيوا معايا انني ان شاء الله هذا الشيء هذا الخلفه تصدق، وندير لكم منها فيديوهات اي حاجه، يعني نتابع معكم بمرحله بمرحله، باش الا كان عندكم انتم شي حاجه شي ارنبه ولدت سواء كانت بلديه او روميه او كروازيه كيفاش تتعاملوا معها. والاشاره كهاد البلديين نسيت نقولها لكم، راه ممكن انهم كيتعطلوا شي شويه في يوم الولاده، ممكن انهم يولدوا 34 يوم ماشي مشكل، دابا هذه ولدت على 33 يوم، 32 نهار الثالث، يعني 33 يوم في الحقيقه 33 يوم. المهم انكم تكون عندكم واحد المذكره وتدونوا داك الشيء فوقاش لقحات، فوقاش غادي تولد، فوقاش الا فاتها الوقت نعاود نشوف اسمو المشكل، وهكذا دواليك حتى ان شاء الله غادي تكتسبوا تجربه، وغادي ان شاء الله غادي يعجبكم هذا الميدان لان بسيط وممكن انكم تستنفعوا منه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم،
شاركوا معنا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، وتكيو على زر جيم باش ما تنساوناش بزر جيم، وما تنساوناش ب التعاليق الطيبه ديالكم. مرحبا بكم، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.